السلام عليكم. كثير من الناس يسألوني ماذا الفرق بين حياتك يعني في الإسلام وقبل الإسلام، والاختلافات كثيرة جدا سبحان الله. ولكن في هذا الفيديو أعطيكم يعني نقطة واحدة إن شاء الله. عندما أكرمكم الله وأحفظكم الله، واحد من أسرتنا أو أصدقائنا يعني يتوفى سبحان الله قبل الإسلام، يعني سأكون حزين جدا. لماذا؟ أنا ما أفهم لماذا هذا الشيء يعني يحدث علينا. وأنا أعرف كثير من الناس في بريطانيا مثلا، أعرف شخصيا يعني قبل يعني يموت، يعني مثلا أبوه هو متدين يعني في دينه، يعني غير إسلام يعني في دينه مثلا، ولكن بعد وفاء أبوه يعني يترك الدين، لأن يقول هذا غير عادل. لماذا أبوي؟ لماذا يعني ليس شخص آخر؟ يعني لماذا يعني دائما لماذا؟ لا يفهم، لا يود أن يتقبل سبحان الله. ولكن في الإسلام والحمد لله، يعني بعد دخلت الإسلام ويعني شعرت، أم زوجتي وفات يعني قبل سنتين في أثناء الكوفيد الله يرحمها، وقبل ذلك أخ زوجتي سبحان الله. يعني وهذا الشيء ثقيل على زوجتي، ولكن سبحان الله هي ما جزاها الله خير المؤمنة، وهي تعرف أن هذا وقت أخها ووقت أمها في الدنيا، خلاص مكتوب، نعرف هذا الشيء مكتوب. يعني الله كتب، الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ يعني 50,000 سنة قبل يعني الخلق سبحان الله. عندنا إيمان، كنا نفس ذائقة الموت، وعندنا الحسن الظن مع الله سبحانه وتعالى، نعرف أن كل شيء يحدث إلى مسلم خير. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يعطينا علم وقواعد يعني لكي يعني يسر الأمور، وإن شاء الله هذه النقطة يعني واضحة، لأن هذه شيء شوية صعب علي أن أشرح باللغة العربية، ولكن أحب أن أمارس معكم. وفي أي تصحيح حياكم الله، يعني اضربوني بالتعليقات. بارك الله فيكم. السلام عليكم.